أما في أخبار المحافظات امبارح، فكان في اهتمام بأعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية في مدينة أهناسيا في محافظة بني سويف. أيضا تم الانتهاء من أعمال التطوير والرصف لمحور رود اسكندر في محافظة الإسماعيلية. كمان امبارح في المحافظات يا مصطفى تم الإعلان عن رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ بتكلفة بتصل ل 2,841,000 جنيه. كمان تم فحص 20,548 طالب ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية في محافظة المنيا. ومعانا أخبار تانية كتير من محافظات تانية في سياق التقرير اللي جاي هنعرفها مع بعض. الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتير بتهم أهالينا في المحافظات. البداية من بني سويف اللي شهدت تطوير وتوسعه ورصف أكتر من 10 شوارع بمدينة أهناسيا، بجانب تركيب وترميم البولدرات والإنترلوك ورفع كفاءة تلك الطرق بما يضمن استيعاب الكثافات المرورية داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدس والزحام وتوفير السلامة المرورية للمارة. في كفر الشيخ شهدت المحافظة العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2,841,000 جنيه. في الغربية تم تنفيذ عملية حقن قناطر دهتورة ورياح العباسي بمليون ذريعة سمك من البلطي والمبروكة المصنفة ضمن الأسماك النيلية بسبب كثرة التكاثر بأنواعها، وده في إطار التوجيهات الرئاسية بزيادة الثروة السمكية بنهر النيل وفروعه بهدف زيادة العرض وتوفير الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر السمك بالسوق. في البحيرة قامت مديرية الصحة خلال شهر إبريل اللي فات بإجراء 555 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وده ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار المرضى. في الدقهلية تم تدشين أعمال المكتبة المتنقلة المهداة من صندوق دعم مكتبات مصر العامة لمكتبة مصر العامة بالمنصورة لتجوب كل قرى المحافظة مع تقديم الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى حياة كريمة. في شمال سيناء تم الإعلان عن عودة أطقم النيابة للعمل بالمحافظة من خلال مقرها بالعريش، وتلقت المحافظة قرار وزير العدل بعودة كامل أطقم العمل بالنيابة بداية من الشهر المقبل تسهيلاً على المواطنين. في المنيا وصلت مديرية الصحة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس حفاظاً على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم. وتم فحص 20,548 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية خلال شهر إبريل اللي فات بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم. في أسوان تم توريد 81,941 طن من القمح المحلي بنسبة 43% من إجمالي المستهدف توريده 191,000 طن من محصول القمح بالصوامع والشون والمناكر والهناجر، سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة. في الإسماعيلية انتهت مديرية الطرق والنقل من مشروع أعمال تطوير ورصف محور رود إسكندر بمركز ومدينة أبو سوير ووصله بمحور 30 يونيو، بالإضافة للانتهاء من رصف عدد من الشوارع بنطاق المدينة. في جنوب سيناء طرحت مديرية الزراعة كمية من أسماك البلطي للمواطنين بأسعار مخفضة لدعم محدودي الدخل على مستوى المحافظة، وبدأت الإدارة الزراعية بمدينة نويبع في الحصاد الجزئي بالمزرعة السمكية اللي بتعمل بنظام الاستزراع المكثف وبتضم 10 أحواض سمكية بطاقة إنتاجية مبدئية 1.5 طن من أسماك البلطي.